الله وبركاته. مساء الخير يا حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه؟ وحشتوني. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا النهارده، بنسمي الله ونصلي على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلبي، النهارده هنعمل حاجه جميله جدا، ومكون واحد في البيت ما فيش غيره، او مكونين. الجيلي يا حبايب قلبي، عندي جيلي اللي هو بتاع شركه دريم، ما شاء الله تبارك الله جميل، وكل الاولاد بتحبه. النهارده يا حبايب قلبي هنبدا اهوت. بسم الله، لكل باكو من الجيلي ده يا حبايب قلبي كوبايتين ميه، واحده بارده وواحده سخنه. والكاتل اهو يا حبايب قلبي في ميه مغليه. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الموج بتاع الاولاني. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو بنزل يا حبايب قلبي محتويات الكيس، عشان الماده الجيلاتينيه اللي في الجيلي بتتفاعل اكتر مع الميه السخنه. وبحط كده بسم الله الرحمن الرحيم مع التقليب المستمر اهو يا حبايب قلبي، بالشكل قلبي مع التقليب المستمر. وبنزل بالباكت الثاني اهو. السكر ده حسب الرغبه، يعني هو فيه السكر بتاعه، بس السكر حسب الرغبه. ممكن نضيف كده 3 معالق سكر بس. بسم الله الرحمن الرحيم، 1 2 3 اهو يا حبايب قلبي بالشكل ده. وبندوبهم برده كويس قوي، طبعا دوبناه خالص يا حبايب قلبي. وادي الميه البارده اهي، جايبينها من الكولدير. بسم الله الرحمن الرحيم، كده بالشكل ده. عشان اهو يا حبايب قلبي نازل لعيبهم كويس قوي، عشان لازم تكون كوبايه ميه بارده وكوبايه ميه سخنه. ما شاء الله ما شاء الله، شايفين مركز ازاي ما شاء الله تبارك الله. بننزل كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بقى اي حاجه عندك موجوده في البيت بتحط فيها اهو يا حبايب قلبي. عليكم بالف هنا وشفا اهو يا حبايب قلبي بالشكل ده. طبعا الجيلي خفيف جدا وحلو وكلنا بنحبه، حتى الاطفال بيحبوه. اهو يا حبايب قلبي بالشكل ده، قلبي بتحطي فيها الموز كده بالشكل ده، طبعا عشان انتوا عارفين ان الموز خفيف بيعوم على الوش. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده اهو. طبعا بقى زي ما انت عايزه، ممكن تحطي فراوله، ممكن تحطي تفاح، زي ما تحبي حسب الرغبه، يعني حسب ما اولادك بيحبهم او حسب ما انت بتحبي. اهو يا حبايب قلبي بالشكل ده. واي حاجه عايزينها مني اطلبوها مني في اسفل الفيديو في الكومنتات. وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسوناش بقى بسبسكرايب ولايك وشير، ولا اللقاء في فيديو اخر. ودمتم